قبل ما نبدأ في الفيديو، سؤال الحلقة اليوم: كم عمرك وهل أنت متزوج أو متزوجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. معكم زينو إم إتش دي. فيديو اليوم هذا فيديو يعني مخالف للفيديوهات اللي نديرهم في كل مرة، لأنه عودتكم أني أقوم بالقصص ردود أفعال إلى آخره. فيديو اليوم فيه ردة فعل على طريقة ناز رياكشن يوسف أحمد إلى آخره، وأكبر يوتيوبر في الوطن العربي اللي يديروا ردة أفعال على مثل هذه الفيديوهات اللي فيها أمور نوعا ما غريبة في نفس الوقت شيقة. يلا نشوفوا يعني أشخاص محظوظين وغير محظوظين نهائيا في الأكل. أوكي شوف، يعني دلاعة كاملة فيها جزء بسيط جدا من لحم الدلاعة، وشوف حقيقة يعني شوف الفرق. شفت الفرق ولا ما شفتش؟ يعني الدلاعة الأولى أبيض فقط، الدلاعة الثانية شوف يعني ما كانش الأبيض نهائيا. يا سبحان الله، يعني حظ غريب. أوه أفوكادو هذا، شوف يعني الله 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 الله، شوف العظم بتاع الأفوكادو حجمه يعني الله على حظك، الله على حظك. شوف الحظ تاع هذا الشخص، يا الله شوف هذه ما فيهاش عظم نهائيا، حتى وإن كان يكون بسيط جدا. الله شوف هذه فراولة صغيرة جدا، هذه بطبيعة الحال يعني مازال ما وصلتش إلى مرحلة الأكل. شوف حجم هذه، يعني هذا الفيديو يوريك الفرق بين الناس. يعني هناك ناس يرزقون بشيء جميل جدا، وبعض الناس يرزقون بشيء. شوف فيها البياض فقط، هذا الحبة تاع البيض هذه ما نصدقهاش أنا، هذه ما نصدقهاش. ممكن تكون حالة شاذة صح، ولكن أنا مش ممكن يعني صاحب الصورة وضع البياض فقط، ولكن يعني غريب. يعني حبة بيض كان فيها حبة بيض أخرى صغيرة داخل نفس الحبة. هاي كاتبين يعني my friend's egg had another. يا سبحان الخالق، يا الله يا سبحانك يا ربي. أوه. شوف يعني كل حبة بيض فيها حبتين، سبحان الله العظيم. طبيعة الحال هذه ممكن تكون حالة من حالات الشاذة التي يفسرها العلم. شوف حبة برتقال يعني وجدوا فيها سواد في وسطها، في قلب الحبة يوجد سواد، يعني شيء مقزز. ولكن هذه الصورة شوف في قلب الحبة وجدوا حبة أخرى. يا سبحان الله العظيم. آيس كريم ما فيش طبيعة حال تلك الطبقة المقرمجة. يا الله حظك، يعني ممكن يكون خطأ مطبعي. شوف القرمجة الآن كيف يعني قام بالعذور. يعني هذا مشروب غازي، وكلنا يعني لما كنا صغار مهما كان المشروب الغازي، يعني كوكاكولا فونتا أي مشروب من المشروبات الغازية، لما كنا صغار عندما نرى الفقاعات ننتظر حتى تنتهي الفقاعات ثم نريد سكب المزيد لكي يكون يعني حجم الكاس ممتلئ يعني آخر. يعني شوف يعني هذا شرو صندوق للمشروبات، أنا مش عارف إذا كانت مشروبات كحولية أو لا، ولكن وجدوا فيها يعني مشروب إضافي ممتلئ ممتلئ عن آخره. جزرة فيها طول الأعشاب بتاعها يعني 16 مرة أكبر من حجمها، حجم الثمرة، ثمرة صغيرة جدا. يعني أصغر جزرة في العالم. سبحان الله، لو كان يعني هذا اللقطة هذه آسف إن كان مقزز بالنسبة لبعض من المشاهدين، ولكن يعني جزرة بحجم القدم، شوف سبحان الله العظيم. لو كانت عند المسلمين لقالوا سبحان الله، شوفوا شوف الله. يعني حبة ليمون ما فيهاش ولا يعني شوف يعني أسوأ ليمونة في العالم، يعني كاتب العنوان أسوأ ليمونة في العالم ما فيهاش يعني ثمار. وين هالثمرة؟ يعني هذا فقط القشرة، فقط 80% قشرة، يعني 90% قشرة و 10% ثمار وماء. حبة ليمون كبيرة بطبيعة الحال، كاين ليمون هكا، أنا شفته شخصيا، شفته شخصيا في شمال إفريقيا، موجودة بشكل كبير. يعني هذه حبة فراولة وجدوا فيها يعني شيء غريب، ولكن شوف حبة الفراولة هذه فيها قلب. يعني جابوا مجموعة من الأشخاص، كل واحد وش يرسل لهم، كان يرسل لهم سوء الحظ، كان يا الله يعني شوف هذه قطعة ولا ما يعني هذا الشيبس بطبيعة الحال جديد، وجدوا فيه يعني عدد قليل وحبات قلال من رقائق البطاطا. يعني حدثت لي هذه الحادثة أيضا، يعني لما تشتري علبة شيبس
تعتقد بأنها تكون ممتلئة عن آخرها، ولكن في الحقيقة تكون ممتلئة للنصف، ولا تكون فيها 20%. يعني غريب الغش هذا، ولا مش عارف يعني السبب. تبخر حبات رقائق البطاطا، ممكن يكون هذا آخر. واو شوف الرد، يعني أكبر قطعة من رقائق البطاطا في الليز في طبيعة الحال يغطون الشارة لكي لا يقومون بالإعلان للشركة. آها يعني شوف بياض البيض، غريب الأطوار، غريب الأطوار. وشوف هذه يعني حبات البيض دوبلي، يعني الدوبلي باللغة العربية يعني مزدوجة. سبحان الله سبحان الله. آها حبة بيض كبيرة جدا في شوف وسط حبات البيض أنا يعني يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. آها يعني شوف هذا العلبة كما تشاهدون يعني فارغة، نورمال يكون فيها يعني الأغلب بيكون فيها مكسرات، ولكن هي فارغة بينوت فارغة. آه يعني صرا خطأ هنا في هذه الماكينة وقامت بإنزال كل ما يوجد بداخلها يعني على مرة واحدة. يا حظ من كان أمام هذه الماكينة لما حدث هذا الخلل، يا حظ. الله الجمال، يو يعني حجم صغير جدا من سكيتلز. طبيعة الحال هذه حلوة مشهورة. واو يعني شوف عدد سكيتلز الموجود وراء يدها وداخل يدها. آها كان اوف بلاك بي. هذه المفروض في هذه العلبة يجب أن يكون فيها يعني حبيبات، يعني ممكن تكون للحمص أو تكون لأي معلب من المعلبات، ولكن وجدت فيها فقط المياه، المياه فقط. ممكن في المصنع هذه الحالات يعني تكون هذه آخر علبة، ولا تكون هذه آخر قارورة، ولا يعني يضعون فيها يعني ما تبقى فقط، وفي هذه الحالة ما بقى ولا شيء. يو شوف قارورة ماء أسقطت قارورة عصير، وأسقطت معهم قارورة بيبسي. برو بإمكانك أن تستفيد من ثلاثية الأبعاد. واو خبز فارغ من الداخل، mostly air، قال لك هواء وفقط. شوف يا حبيبي شوف 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 يعني ممتلئ عن آخره بهذا الرقائق. وطبيعة الحال هناك ناس من يحبون هذا الرقائق يعني موجودة فوق هذا الخبز. الجلجلان الجلجلان جلجلان طبيعة الحال. آها جراب داخل جراب، سبحان الله العظيم. هذا عنب داخل عنب، شوف حبة عنب فيها 8 حبات. يا سبحان الخالق يا الله، يعني الله خلق أشياء غريبة الأطوار صراحة، وأشياء يعني ممكن تكون فيها شذوذ، ولا تكون فيها يعني شذوذ، ليس شذوذ الذي نعنيه. واو حبات بلوبيريز، حبات التوت هذا ولا وش هما. آها ماسيف بريك أوف تشيز، يعني شوف وجد قطعة كبيرة من الجبن. وعلى فكرة هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون الجبن في هذا الشيبس. إخوتي أخواتي وصلنا إلى آخر المقطع، أتمنى أن يكون يعجبكم المقطع. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر لايك، اشتركوا في قناة وفعلوا زر التنبيه. وإن أعجبكم هذا النوع من المقاطع أنه نأتي بأمور غريبة نوعا ما تحدث في العالم وتحدث للأشخاص في العالم على مدار يعني السنة وفي الحياة اليومية، علقوا لي في الأسفل ونلتقي في فيديو القادم إن شاء الله. لايكاتكم وشيراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.